حياكم الله مشاهدينا من جديد. رح نتابع مع فقرة الموضة والمكياج ورح نشوف المكياج اللي يحبه الريال على المرأة في التقرير التالي. المكياج الطبيعي البسيط أو القوي، إظهار وتحديد العينين أو التركيز على الوجنتين والشفاه، تعددت الاختيارات والمفاهيم ولكل رجل ذوقه. على طبيعته بس تكبر وتبلش تجاود بصير معقول. الهادي مش انه اوفر، اكيد الخفيف. نعم شيل بقلك بعدين وقت اللي يزيد شي عن حده بطل حلو، بين منظره احلى واشيك. يحب الرجال في المرأة إطلالة معينة، وهذه المسألة نسبية تختلف من رجل إلى آخر حسب الأذواق، ولكن يمكن في الإجمال تحديد الأمور الأساسية التي تجذب غالبية الرجال في مكياج المرأة. حب الناتورال، أنا أصلا الميك أب كله على المرأة ما بحبه يعني، بس عطول يفضل الأشياء الخفيفة. أنا شخصيا بحبها بلا مكياج. مشاهدينا حديث أكثر عن موضوع التجميل، معاي اليوم ضيفة مميزة من سلطنة عمان شمسة سلطان الحسني، وهي خبيرة التجميل. حياة الله شمسة معنا في الاستوديو. يا هلا وسهلا فيك شمسة. أنت اليوم رح تسوي لنا مكياج على الموديل اللي معك، ورح تعطينا فكرة عن هذا المكياج اللي رح تسوينا اليوم. طبعا أولا أريد إحنا جهزنا الموديل وبالفاونديشن حطينا الميك اب بيس وركبنا الرموش، رسمنا الحواجب ورح نبدا نشتغل على مكياج العيون. بما ان الموضوع انه موضوع الرجال انه يحبوا المكياج الناعم، فرح نعمل مكياج سهره بس في نفس الوقت يكون مكياج ناعم. الله، كل حريم رح يحبونك اليوم. ان شاء الله ان شاء الله. اول شيء شو رح تبدين يعني شمسه، شو اهم الاشياء اللي لازم تركزين عليها في شغل العين؟ في شغل العين أهم شيء منطقة حوالين العين، إنها ترسم رسمة حوالين العين، والبخ تكون يكون الآي شادو. دائما أحب الألوان البرونز، الألوان الهادية تبرز أكثر، مكياج العين يبرز أكثر، يعني هاي أكثر شيء استعمله يعني في مكياجي. مهما دخلت ألوان أحب درجات البرونز كثير. مثل ما تعرفين شمسة، الرجل الشرقي أو النساء الشرقيات تعودوا يحطون وايد مكياج، أكيد الرجل الغربي يختلف عن الرجل الشرقي يحبون الناعم، بس حديثا صار حتى الرجل الشرقي يحب المكياج الناعم. فأنت اليوم رح تسوي لهم مكياج انه في نفس الوقت يحبون الرياييل على المراه وما يكون كثير اوفر. بالضبط، وهو كل ما كانت يعني كل ما كان المكياج ناعم كل ما برز جمال الجمال اكثر يعني. ف احنا اوريدي بديت حطينا اوريدي بدينا بالعين، حطيت الرموش لنوفر وقت، هو عاده يعني بعد من اي اخر شيء، ورسمنا الحواجب ورح أبدأ بمكياج العيون. دائما لما تبدون أكثر شيء خبيرات التجميل في المكياج العيون، شوكم تشتغلون على المنطقة الفاتحة تحت الحواجب عشان تعطي مساحة للعين، صحيح؟ هي بس أحيانا تضطري مثلا ترجعي بعدين ترجعي تضبطي، لأنه إلا يروح علي آي شادو يعني إلا تتوسخ الحاجب، فهو عادة آخر شيء الحاجب. بس نحن رسمنا له حاجب أول شيء. رح تبدين شمسة؟ رح نبدأ أول شيء عادة دائما بالمكياج نبدأ باللون الفاتح ونرجع نغمق درجة درجة يعني. أوكي. بالفاتح وبعدها بالغامق. أريد أن حطيت درجة فاتحة. رح نكسر منطقة بين منطقة العظمة، السيدات كثير ينبسطون لما يتعلمون المكياج، لأن تعرفين السيدة تحب ساعات ما يكون عندها وقت وتحب تحط مكياج، فتحب تتعلم لحالها أن تحط هذا المكياج. أي وبعدين هو كله بالممارسة يعني. أكيد. بالممارسة الواحدة تعرف يعني شو الألوان المكياج، شو ألوان الفونديشن والشغلات هذه. بالفونديشن أنا حطيت خلطت تقريبا 3 درجات وعملت شوية كونتورينج، حددت شوية العظمة هنا والمنطقة اللي هنا، وآخر شيء طبعا حطيت اللوس باودر. الحين تشتغلين على العظمة مثل ما قلتي. أيوة. ما
ايش كثر شمس الفرش هي أداة مهمة لحط المكياج؟ الفرشات كل فرشاة لها ميزة معينة، ودائما الفراشة الصغيرة نستعملهم حال الألوان الغامقة، الفراشة الكبيرة نستعملهم حال الدرجات الفاتحة. رجعنا حاطين اللون الفاتح. دائما منطقة تحت الحاجب دائما تكون اللون طبيعي. في بعض النساء يحبوا على لون السيلفر الفضي. أنا أحس اللون الطبيعي أفضل، يعني لأنه ما يعطي حدة للعين. اللون السيلفر أو الذهبي ممكن يعطي حدة كثيرة للعين. أي حدة، في ناس تحبه، بس أنا أفضل أنه يكون لون طبيعي تحت الحاجب. مثل ما قاعدين نشوف شمسة، انت قاعده تحطين الاي شادو. شمسة احنا راح نخليك تحطين الالوان اوكي، وراح نرجع لك بعد شوي. احنا مشاهدينا راح نروح فاصل ونرجع نشوف شمسة كيف قاعده ترسم عيون ومكياج ناعم للسهره. فاصل ونرجع لكم. في سيدتي بعد الفاصل، برنامج على انستغرام لنشر رسائل هاتفه خلال 15 ثانيه.